بعض الناس يقول لك يا عم الشيخ ينفع وانا بصلي قيام الليل اجعل منهم ركعتين بنية الدعاء على الرئيس؟ يعني الامر وصل الى انه بيقتطع جزء من صلاته ان يدعي الرئيس. يبقى الموضوع هنا لما نذكر الناس انه لا يجوز الدعاء على الرئيس ولا يجوز الدعاء على ولي الامر، بل يجب الدعاء له بالتوفيق والتثبيت والسلام. حتى لو كان ظالما مستبدا مثل محمد مرسي مثلا، لا كنا بندعي على لا، مرسي مرسي شيء، ليلا ونهارا مرسي نواجهه. يا استاذ وائل، مرسي شيء، مرسي ما كانش رئيس. مرسي فقد شرعيته من اول يوم، ده شيء تاني ما فيهوش خلاف. فشيء يعني لا يجوز المقارنه بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، فده فاقد شرعيته. و هنا احنا